أهلا يا مساء الورد كيك، شلونكم؟ شو أخباركم حبيباتي؟ اليوم معزومة على سحور بقرية دجلة، فحطت لي ميك اب جميلة مراوي، لا أموت على مكياجها، ولابسة هذا الدرس الحلو من مصممة عايشة بالإمارات، من أرقى أنواع المصممات الليبيات. هي من ليبيا ولا من تونس؟ لا من ليبيا. إيه اسمها فدوى، دازت لي كل شي هواي قطع من كنت بالامارات، فهاي اول وحده لابستها تجنن، خفيفه وبارده وحلوه كل. وتوفي سوالي شعر وبس، احبكم حصوركم اكيد من هناك. مساء الحب، مساء الجمال، مساء السعاده. على الرغم اني ما احب اللون الاحمر، بس عليك بصراحه ما اخذ حتى. ترى على فكرة هاي أول مرة ألبس اللون الأحمر، بس يجنن، بس ما أعرف حسيت لونه يعني حلو 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 حلو، هذا الحمار الجميل. إيه رمضان كله يقرأ. إيه اليوم شنو السهرة مالتني؟ اليوم معزمين على السحور بقرية دجلة، وأكيد لازم مراوي تكونوا وياي. حياتي، فراح نصور لكم أشياءات حلوة. إي راح نصور لكم لحظات جميلة، خليكم ويانا. أي لاف يو كل شوي حبيبي. هون هذا أحلى لايت أحبه مال البيت، عندنا بالبيت هيك اعمده اثنين بها لايتات اموت عليه، فابقى قبل لا اصعد معلقه بالسياره صورتكم. يا الله اي لاف يو كيكاتي. هون اني هذا احلى لايت احبه مال البيت، عندنا بالبيت هيك اعمده اثنين بها لايتات اموت عليه، فابقى قبل لا اصعد معلقه بالسياره صورتكم. يا الله اي لاف يو كيكاتي. شكرا للجميع بيكم، نورتينا شهور. احنا كلش مشتاقين والله العظيم. بيكم مواعيد، بيكم اعرف ارتباطات، بيكم واحد مسوي سحور. شكرا سيدي، مسوي سحور للغاء. انا اشكركم جميعا، نورت المكان، وارجع اذكركم قريه دجله بيتكم الثاني. الله بالتوفيق والى الامان، عندك مستقبل يجنن. يعني ويا هذا السحور الجميل وهاي لمه الحبايب، حمودي تعال تعال، احمد الخفاجي الرائع، مساء العافيه. اول شيء اني كلش فخوره بيك وباعمالك الجديده، المسلسل مكسر الدنيا صراحه. والله فرحت وتعرف انا افرح لك مو صحيح، تفرحين للجميع، انت قلبك طيب. الله يسلمك، واتمنى لك يا ربي المزيد من التالق والازدهار والدراما العراقيه بحاجه ان شاء الله، حاجه لك ولغيرك وهاي الشباب الرائعين. الله يوفقك ان شاء الله. تابع الحلقات الجايه من خان الذهب، لانه الحلقات الجايه بعد نار مو ان شاء الله، بالتوفيق. وتحيه طبعا من خلال الرائعين اللي بهذا العمل أكيد. بدون استثناء، التوفيق. صراحة السحور يشوق والأكل لذيذ حيل، البيتزا تاخذ العقل، هاي ثاني وحدة طلبناها، سامكم العافية، لازم تجربوا هذا المكان، حلو وراقي جدا. الله يعمر بغداد حبيبتنا الجميلة.